أكرر دائما كما لكل حدث من يقوم بهذا الحدث، فالبطل دائما في كل الأحداث في مصر، وده التاريخ اللي بيقول كده مش أنا، هو ذلك الشعب الذي يحتاج من يقرأه، زي ما كان في جمال حمدان قرأه في شخصية مصر. أعتقد نحن أمام حالة دعوة لكل السياسيين، لكل علماء الاجتماع السياسي، لكل العارفين أن يحاولوا أن يقرأوا أو يفكوا شفرات هذا الشعب القادر على صنع المعجزات بهذه الطريقة التي نصعب علينا. واحنا بنقول الكلام ده لان اللي بيخش الميادين ويشوف الروح اللي موجوده جوه يحتاج الى تفسيرات كثيره. سعدني ان يكون معي المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف. اهلا بك استاذ خالد، من الميدان الى هنا مباشره. الحمد لله بسلام. طبع الامور. لا يعني خالد هو شريك في ثوره 25 وشاهد عليها وجزء من الاحداث الموجوده، وبالذات على العربيه احنا مسجلين لحظات بعينها. والان أنا سؤال طرحته على نفسي كتير، إيه اللي حصل؟ في فرق كبير وفرق بيتطور، يعني هل الشعب ازداد خبرة في الفترة الماضية بهذا الشعب؟ ولا كان في عوامل؟ ولا كان في تحدي؟ تفسر ده بإيه؟ أنا قعدت سألت نفسي لما هذا الخروج الكبير؟ لو حصرته في فكرة الاحتجاجات الاجتماعية من أجل لقمة العيش يمكن ما تعرفش تفسره. لو حتى حصرته في فكرة الكرامة الإنسانية اللي أهين الشعب المصري فيها يمكن ما تقدرش تفسره برضه، لأنه أهين قبل كده في بعض الفترات. طيب لو حصرته في فكرة هوية الدولة إنها بتتغير برضه ما تقدرش تفسرها. هي كل دي عوامل وفاكتور أكيد بلا أدنى شك في الخروج، لكن أنا رأيي أهم فاكتور، أهم عامل أخرج المصريين بهذه الكثافة في تصوري وقد أكون مخطئ، إنه حسوا إن في ناس أو نظام يستهين بعقولهم بل يحتقر عقولهم. بمعنى لما تشوف النظام ده طول الوقت كان عمال يعمل إيه في المصريين، عمال يعاملهم أكنهم لسه في حضانة أطفال مش فاهمين حاجة خالص، يعني بهايم سوري بقى، يعني عامل الشعب ده كأنه مش فاهم حاجة وجاهل وبيستخف بعقله، يبقى الدنيا ولعة والناس متمردة في الشوارع وفي ملايين بتمضي تمرد، هو يقول لك سوريا لابد أن نجاهد في سوريا، يبقى المسألة ما فيهاش إسلام وكفار، وتبص تلاقيهم عاملين خطاب ما بين فسطتين، فريق الإسلام المجاهد اللي عايز ينتصر للإسلام وفريق الكفار. فهنا الشعب المصري أنا رأيي لما أنت تهينه قوي كده، لما انت تهين عقله قوي كده وتعامله كالطفل، هو خرج يقول لك انا مش طفل، انا فاهم كويس قوي، انا فاهم ان انت عايز تغير الهويه، وفاهم ان انت مش هتاكلني كويس، وفاهم ان انت كرامتي اللي انتهكتها هتستمر فيها، فاهم كل هذه الامور، وانا بقول لك لا. الشعب ده زي ما انت قلت، زي ما جمال حمدان فسره في شخصيه مصر، انا رايي في رجل عظيم اخر فسره كما لم يفسر احد على مدار الوطنية المصرية في 7000 سنة، وهو جمال عبد الناصر. لما قال الشعب، ما كان دايما يقول أيها الشعب القائد، أيها الشعب المعلم. هذا الرجل احترم الشعب جدا، وكان يقول له أنت القائد وأنت المعلم. عشان كده الناس حطت جمال عبد الناصر مع أي حد حتى مختلف على تجربة عبد الناصر، شاف الشعب المصري كان بيودع عبد الناصر ازاي، ولما تنحى نزله بالملايين ازاي، والناس انحازت ليه؟ لانه احترم عقولها. طبعا اكيد مش السبب الوحيد، بس السبب الاكبر ان الشعب ده شعب عظيم بجد. التجليات بتاعته، وده انا قلتها كثيرا جدا على مدار السنتين ونص، ومحدش كان مصدقني. يعني انا بعد اسبوعين من تولي مرسي انا قعدت على كرسي احد القنوات، توني خليفه تحديدا، في رمضان اللي فات، وبيقول لي زمن الإخوان. قلت له ليس زمن الإخوان، ده هي فترة وجيزة وسيمر، ويمكن يعني سيمر مرور الكرام على الحياة المصرية. قال لي أنت بأمارة إيه بتقول كده؟ قلت له طيب بص، عشان ما نخشش في جدل، أنا هجلس على الكرسي ده لو دعيتني السنة الجاية في رمضان الجاي وليس به محمد مرسي وليس به الإخوان المسلمين. اعتبروني يعني حالم. انت مخاوي يا اخي. لا حالم او يعني احلامي، لكن انا بقول ان انا لاني فاهم ومدرك عظمه هذا الشعب، وانه له معجزات وله تجليات، كنت مؤمن تماما ان هو هينتصر وان هو الباقي وان هو اللي هيفرض شروطه في الاخر. فاكر يوسف ادريس؟ طبعا.
وده دايما انا اتكلمت عنه في سنتين ونص كثيرا هذا العظيم يوسف ادريس لما اتكلم على ان تجمع ايرادات المصريين تجعل اجسادهم تفرز اكسيرا سحريا قادر على صنع المعجزات. وصنعت اليوم وصنعت يعني وستصنع معجزات وستصنع، لان المشهد بتاع اول امبارح ده، هو امبارح ولا اول امبارح؟ امبارح انا شايف الايام اصلابت. امبارح المشهد ده اولا هو اكتر من 25 يناير، أكثر من 11 فبراير، 10 مرات يا محمود، 10 مرات. اولا هو مشهد ليس موجودا في تاريخ اي ام، لان اللي كانوا في مصر، اللي كانوا في مصر في شوارع مصر لا يقلوا عن من 25 ل 30 مليون بالنسبه لعدد السكان، يعني نصف عدد السكان ولا ثلثهم كانوا في الشوارع. ده مش موجود في اي سفره في القاهره. بس انا يعني لو لا يمكن ان ننكر الميدان الشون في المحله، يا نهار ابيض على العظمه، ننكر منصوره، ميدان بورسعيد، اسكندريه، لا يمكن ان ننكر القائد ابراهيم وفي المنوفيه، المنوفيه التي خرجت عن بكت ابي. لا احنا بنتكلم على حاله لن تتحد. ندعو من هنا كل العارفين، كل السياسيين، كل المثقفين، كل اللي بيهتموا بحركه الشعوب، يا جماعه فسروا لنا اللي حصل ده امبارح ده ايه. زي ما خالد قال، لا احنا طالعين ندور على لقمه العيش لان طلعنا قبل كده ما كناش بهذا الحجم، ولا طالعين لاننا خايفين على البلد لان خوفنا على البلد وطلعنا بس ما كانش هذا الحجم، ولا طالعين كرها للنظام لان طلعنا قبل كده وكرها النظام واسقطنا النظام لكن ما نغش بهذا الحجم، ولا ولا ولا. طب ايه يعني، ما هو سر هذا الشعب؟ هو ده السؤال الكبير جدا. انا بس كنت عاوز اقرا البيان بتاع جبهه الانقاذ لانه كان في مؤتمر لجبهه الانقاذ، وخالد لما بنكلمه كفنان، بنكلمه كجزء من الحراك السياسي في التيار الشعبي وفي جبهة الإنقاذ برضو، فنحن بنشوف الحقيقة في البيان رقم 4 جبهة الإنقاذ الوطني بتقول، عبر بيانه القوات المسلحة الصادر من قيادة الجيش المصري عن كل المعاني والمضامين والثوابت الوطنية الراسخة التي أكدت أن القوات المسلحة لا يمكن أن تتخلى عن حماية الشعب وتاريخه ومستقبله، كما شدد البيان على امتناع القوات المسلحة عن المزاحمة السياسية أو الرغبة في الحكم واحترامها لثوابت الديمقراطية وإرادة الأمة والجماهير باعتبارها مصدرا من مصادر السلطات. إن القوات المسلحة قد أمهلت كل الأطراف حتى تتفق أو تتوافق على مطالب الشعب، وهي نفس المطالب التي آمنت بها جبهة الإنقاذ وأعلنتها الجماهير بوضوح، وتتمثل في ضرورة خروج الدكتور محمد مرسي والتخلي عن الحكم وإسقاط النظام المستبد الذي صنعته جماعة الإخوان، على أن تدار المرحلة الانتقالية بخريطة للمستقبل نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة. هذا هو موقف جبهة الإنقاذ، ولكن الذي طرحه الرئيس اليوم، طرحه قال لك انا عاوز اعمل استفتاء، انا عاوز اشوف ما هو المقبول يطرح الشعب في الاستفتاء، ان يستمر او لا يستمر. ماذا لو طرح ذلك؟ ماذا لو طرح؟ انا افتكرت انه لا ما طرحش. وان كنا في تسريبات بهذا، انا رايي انه هيرفض قطعا في كل ميادين مصر. بص، المره دي التعبير الحقيقي عن الاراده المصريه ظهر بجلاء، لا لبس فيه ولا مساومة فيه، ولا تستطيع أن تلتف عليه بأي محاولات سياسية. شعب قال، رفع شعارات رحيل مرسي وانتخابات رئاسية مبكرة أو مرحلة انتقالية، خلاص يعني الثوابت. فكرة بقى استفتاء ده كنت تقولها لما تكون الإرادة الشعبية غير واضحة، أو هناك لبس، أو أن هناك فسطاطين أو فريقين قد بعض في الميادين. فريق في ملايين وفريق في ملايين، في الحاله ديت اعمل استفتاء. الكلام ده كان ممكن من 6 شهور، لكن الان بعد ما خرجت يعني عشرات الملايين، دلوقتي بنقول كلمه عشرات الملايين بمنتهى السهوله، جمله مش سهله يعني. في لا قدام يعني 28 مليون وقدام 30، ده 30 مليون، عشرات الملايين تخرج تعبر بالاراده الحره دي، اسقطت خلاص شرعيه النظام. ومحمد مرسي خلاص بالنسبه للجماهير اللي في الشارع لم يعد رئيسا للجمهوريه. فالاستفتاء ده جاء متأخرا لو طرحوه، وهي هتبقى محاولة للالتفاف ومكشوفة ومش محتاجة حد يشرحها يعني. مش يعني حتى الميادين مش هتبقى محتاجة نخبة تطلع تقول لهم خدوا بالكم دي محاولة للالتفاف. انا بس عاوز اقول انه منذ ساعات في حريق مقر حزب الوسط في المقطم، كما كان حريق حزب الحرية والعدالة بالامس، وشفنا الصور، وعاوز اشوف الصور بس اللي توفرت لينا، يا ريت نشوف الصور. بيوتنا جنبها مش هينفع. المشكلة إن هما مش إخوات. أبو العيلة ما هو دي مش إخوات.
أتذكر صورة في ذهن عد ليلة، كنت وقتها في دبي ونغطي الثورة المصرية، وكان في صورة حريق مقر الحزب الوطني اللي موجود ملاصق للتحرير جنب الفندق على طول، وقعدنا نقول يا ترى المبنى ده إيه، حريق لمبنى فيه 12 دور أو أكتر، وبالتالي حرق مقرات الأحزاب التي يطالب الشعب بإسقاط النظام المنتمي إليها. ده محل سؤال كبير جدا، وأن كنا ندين كل حرق محرات أو اعتداء أو عنف، وكل الناس قالت فيه سلميه، ولكن عاوز تعرف على مقر حزب الوسط بيحرق منذ ساعات. انا طبعا مقر حريه العداله بيحرق يعني بلا ادنى شك، اي محاوله لادخال البلاد في دوائر العنف هي مرفوضه، لان الشعب ده عظمته في طيبته. لو عايز تفسير علماء الاجتماع، عظمته في طيبته. حلو. عظمته في طيبته، هو سلاحه الكبير هو طيبته. وانا حتى في فيلم من الافلام اخر جمله فيه قايلها، ده باين سلاح الطيبه دي جامد قوي. وفعلا سلاح. فالمصريين مش بتوع ده، كان في خناقه مشروع. فانا بقول انه طبعا بأدين اي محاولات عنف وجر البلاد لدوائر العنف، بس من بدا دوائر العنف؟ هم الاخوان المسلمين. من احرق الحزب الوطني واسامي الشرطه؟ مش الاخوان المسلمين بمساعده البلطجيه؟ هم اللي ادخلوا البلاد، هم اللي عرفوا المصريين هذا السلوك. المصريين ما فيش في حياتهم لا عنف ولا دم ولا بحار من دماء، لكن هم اللي محترفين عنف، وهم اللي ادوا المصريين الطريقة ازاي نحرق المقرات دي. فبترتد عليهم مع ادانتي الكاملة ليها، ولكن بس في ناس ماتت امبارح في الموت. بقى انا مش قادر افهم يعني ايه الدافع عن مقرك اللي هو حجر في النهاية بقتل بشر. يعني ايه انت توقف ناس ورا سواتر رملية بآلي فتقتل 8 عشان المقر ما يتحرقش؟ ما يروح المقر في 60 ده. وانا ليه تجربة على المستوى الشخصي في التيار الشعبي، المقر بتاعه لما هدد ايام صلاح ابو اسماعيل لما قال هحرق وبتاعه، وفعلا توجهوا من ميدان لبنان على المقر، وجي الامن حاول يحمي الى اخره. انا وانا اخذت القرار دون ان اعود لاحد، ولما عرفوا قراري حمدين ومجلس الامناء قالوا لي كنت مظبوط 100%. قلت للشباب لو هجموا سيبوا لهم المقر يولعوه، لا تردوا عليهم ولا تدخلوا نفسكم في مخاطرة ان انتوا تضربوا حد فتموتوه او هو يضربكم فتموتكم. يعني ايه شوية الحجر دي او الشقة دي، ايه قيمتها جنب حياة انسان؟ توقف ناس بآلي فتقتل 8، انا بأدين اللي كانوا موجودين بيحاولوا يحرقوا، لكن مش جزائهم ابدا ان انا اضربهم بالنار فموتهم عشان شوية حجر. البشر هم الاهم في كل الاحوال، وروح المصري ودمه مفروض اغلى كتير من مبنى ب 20 مليون جنيه اللي اشتروه ده، وما اعرفش اشتروه منين. طيب انا عاوز اقول بيان حزب النور، في بيان اولا حزب الوسط النهارده عامل حزب الوسط طلع مبادره منذ اسبوع، وكان بيدعو لان هم يقعدوا عشان يتفقوا على النقاط التي يمكن ان يتناقشوا عليها ورفضت من القوى السياسيه. حزب النور صاحب فضل الحقيقه، لانه كان صاحب اول مبادره للوفاق ولكن الرئاسة رفضتها، وحزب الحرية والعدالة رفضها، بل الجماعة الإسلامية خونت حزب النور، بل كفرته في مواضع كثيرة جدا، وقالت أنه خرج على الشرعية. الآن حزب النور بيقول بيان حزب النور بشأن السياسة الحالية، اللي بيعرب عن أسفه لسقوط ضحايا، وأيضا يدعو مؤسسة الرئاسة إلى النظر بعين الاعتبار إلى أعداد المتظاهرين، ده والله مهم جدا الحتة دي، والتنوع في توجهاتهم. انت بتلاقي في ميدان التحرير بتلاقي المنقبه والملتحي والست اللي لابسه جينز والناس بتوع نادي الجزيره، الستات الشيك اللي طالعين، ومفيش حد لا عاكس ولا حد ضايق حد ولا حد. في روح خطيره جدا بنراها لاول مره او بنستدعي بيها 25 يناير وما بعد 25 يناير. دي بيان حزب النور بنحترمه، ومبادره حزب الوسط نحترمها، لكن الوقت متاخر جدا، والشارع سبق، والشعب المصري سباق بطبيعته، مش بيسبق بأول مرة، هو طول عمره سباق. إيه يا أستاذ خالد في أنت والتيار الشعبي الذي تقبله والذي لا تقبله في بيان العسكري اليوم، البيان الذي لا أنا أقبله جملة أقبله جملة وتفصيلا مع وضع بس ضوابط صغيرة جدا لفكرة خارطة الطريق أن تكون عليها توافق، لان انا مش مستعد عشان الفريق السيسي او القوات المسلحه عشان يعني تهدئ هذا الاحتقان فيطلع لي مثلا بخارطه الطريق ما فيهاش رحيل مرسي مثلا، في انه سحبنا صلاحيات واديناها الرئيس وزراء من اختيار القوه الوطنيه مثلا. لو دون رحيل مرسي
ودون أن تشترك القوى الوطنية والقوى المجتمعية وبركز على القوى المجتمعية والقوى العمالية والقوى النقابية في تحديد خارطة الطريق، الميدان مش هيفضى. يعني يخطئ من يتوهم أن عند إعلان رحيل مرسي بكرة مثلا أنه الناس هتمشي. الناس مش هتمشي غير لما تطمن أن خارطة الطريق اللي أعلنتها القوات المسلحة الكل مطمئن لها. فخارطة الطريق هو احتمال ما تعلناش لوحدها، بس أنا عاوز أقول لك جملة مهمة جدا، أول جملة في البيان، المستقبل إن القوات المسلحة لن تكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم. أول جملة، إيه رأيك في الجملة دي؟ لابد مش من الإشادة، هي مش عاوزة تحكم. ما أنا بقول لك أهو، لابد من الإشادة وتعظيم سلام لهذه الجملة. تحية. لأن طبعا أنا تعظيم سلام، لأن التجربة بقى عارف مين معاه التليفون؟ نعم، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين. اهلا يا مدام ريهام، شرفتينا يا الهام، والله احنا وحشتينا. اهلا يا استاذ محمود، ميرسي ميرسي جدا، اشكرك. ازيك يا خالد؟ ربنا يخليك يا مدام الهام، ربنا يخليك، منور على الشاشه. الله يخليك يا حبيبي. انا ما فيش، انا 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 بهني نفسنا طبعا النهارده بالبيان اللي قاله الفريق السيسي. انا سعيده بيه جدا، ولكن في نفس الوقت انا لسه برضو بس ده مش صوت الفريق السيسي على فكره يا إلهام، ده مش صوت الفريق السيسي، هو ضابط في القوات المسلحة يعرف العربية جيدا. امال ده صوت مين اللي نازل في البيان؟ صوت ضابط في القوات المسلحة يعرف العربية جيدا. ما انا بقول لك اهو، ليس صوت كويس. في ناس كتير فهمت ان ده صوت الفريق السيسي، لكنه بيان بيان فريق قوى الفتاح السيسي يعني. والقوات المسلحة هي دي السند والظهر بالنسبة لنا كمصريين، وانا سعيده بقرارهم ان هم طبعا منفذين للشعب، وهو ده اللي منتظر يعني، هو ده مش مفاجاه. بس انا كنت اتمنى الحقيقه ان ما يبقاش فيه مهله 48 ساعه، يعني انا كنت اتمنى ان لما يطلع البيان يقول دلوقتي الان، يعني حكايه الانتظار 48 ساعه شويه قلقتني، لان انا بشوف برضو القنوات بتاعتهم بتقدم ايه، بيتكلموا كان ما فيش اي حاجه، وكان محمد مرسي لسه هيكمل كرئيس للدوله. والحقيقه بيعملوا حاله من الاستعداء غريبه جدا بين الشعب وبعضه، يعني انه بيحشدوا الناس وانزلوا ودفعوا وقفوا مع الشرعيه، وطبعا بيقولوا اشياء مغلوطه جدا، انه كده انتوا واقفين مع الاسلام واقفين مع الدين. وانا مش عارفه الحقيقه ايه العلاقه بين وجود محمد مرسي كرئيس وبين الدين الاسلامي، يعني احنا مسلمين بتهيألي مش من وقت ما هو جه كرئيس، واحنا مسلمين طول عمرنا، يعني ما فيش شيء جديد في المساله. لكن مع الاسف في بعض الناس البسطاء اللي عاملين لهم غسيل للعقول، ان كله بيتكلم الاسلام واسلاميه اسلاميه، طب ما احنا اسلاميه، امال احنا دوله ايه من قبل هو ما يجي؟ فطبعا في شويه قلق، يعني انا اخشى على البلد منه، مش عايزه اعمل احباط للناس. لكن الحقيقه احنا مش هنقبل باي حلول وسط، يعني لو طلع دلوقتي حتى محمد مرسي وقال طيب انتوا عايزين ايه؟ عايزين انتخابات رئاسيه مبكره، نعمل انتخابات رئاسيه مبكره. انتوا عايزين نغير الحكومه، طب نغير الحكومه. لا، الحقيقه هو المطلب الرئيسي والاساسي هو رحيلك انت شخصيا، مش ان انت تقعد وتتوجد وتوجد لنا حلول، لان خلاص ثبت فشلك على كل المستويات. استحملناك سنه كانت اسوأ واسود سنه في تاريخ مصر. فاحنا المطلب الاساسي للشعب المصري هو رحيل مرسي من الحكم طبعا ومن معه. الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، لك كل التحية، ولكل فنانين مصر ومثقفين مصر الذين اضطهدوا والذين شوهت سمعتهم والذين تم الاعتداء على حريتهم، والمثقفين الذين اعتصموا في الوزارة، والفنانين مصر الذين اعتبروا القوة الناعمة في مصر التي لهم الفضل في بقاء جزء كبير جدا من ثقافتنا ومن حضارتنا موجودة، والفن ومصر وثقافة مصر هي الباقية، كل حاجة بتتغير وكل حاجة بتيجي. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ خالد. خلينا نعود للمقبول وغير المقبول في البيان، أو المقبول وما نطمح أن يكتمل فيه بشكل هو أحد. إحنا اللي اكتمل. هو الوقت الراجل في أول كلمة قال لك أن القوات المسلحة لن تكون طرفا في دائرة السياسة والحكم. ثانيا قالت أنها تعلن عن خارطة مستقبل مع الناس وإجراءات تشرف على تنفيذها، إجراءات هي تشرف على تنفيذها. ليس لدينا أي موانع، بل نرحب بالمرحلة الانتقالية تبقى
فيها مؤسسة صلبة زي المؤسسة العسكرية وفيها محكمة دستورية عليا تستعيد كرامتها وتستعيد اضطهاد ليها وتستعيد محاصرتها اللي حصرت عليه، وحسب الدستور هو الذي يدير، يعني المفروض رئيس محكمة دستورية. لا، الدستور ده ساقط، وأول يعني بعد رحيل مرسي سيرحل هو ودستوره ومجلس الشورى الغير شرعي ده، كل ده غير شرعي والشعب أسقطه بالشرعية الثورية اللي في الشوارع دلوقتي، خلاص كل ده ما عادش له لازمة. احنا دلوقتي بنتكلم على خريطة الطريق، من سيدير الدولة؟ الجيش عايزينه شريك في المسؤولية بلا أدنى شك، لكن عايزين رئيس محكمة دستورية كما طرحت مبادرة تمرد وافقت عليها كل القوى الوطنية. رئيس محكمة دستورية أو المحكمة الدستورية بكاملها برئيسها هي في موقع رئيس الجمهورية، والذي يعين رئيس حكومة شخصية سياسية ترضى عنها كل القوى الوطنية، وتبقى في حكومة تكنقراط، يعني حكومة كفاءات مهنية في كل مجال، في الصحة، في الاقتصاد، في الشؤون الاجتماعية، في التعليم، تبقى تكنوقراط، يعني كفاءات مهنية، عشان في ناس كتير بتسألني في الشارع يعني ايه تكنوقراط؟ كفاءات مهنية، يعني ما تبقاش حزبية، مش حكومة وحدة وطنية. ده اللي احنا عايزينه في المرحلة الانتقالية، وتقعد القوى الوطنية مع بعضها والقوى السياسية تتفق على فكرة هل هنكتب دستور الأول؟ هل كلمة الانتخابات نتجاوز بقى الأخطاء اللي كانت في السابق؟ أنا بس معايا الأستاذ أحمد عطف المحدث باسم التيار الشعبي، بس في خبر بيقول إنه تحركات لجماعات مؤيدة لمرسي لمواجهة المتظاهرين، وفي أنباء عن حشد وتحريك لأتوبيسات جماعة الإخوان والجهادين غدا من المنيا وأسيوط لدعم الشرعية على حد زعمهم إلى التحرير والاتحادية محملين بالأسلحة، وأنباء عن تجمع أنصار مرسي بين جماعات الإخوان. يعني خلينا بس من الأخبار دي، أعتقد الداخلية لديها ده بيان اعلامي طلع من التيار الشعبي. طب انا معايا احمد عاطف، في حكايه البيان ده يا احمد، انت بتخوف الناس ولا ايه؟ استاذ احمد عاطف، استاذ احمد عاطف اهلا استاذ احمد، ايه البيان اللي خوف الناس ده يا استاذ احمد؟ مساء الخير الاول عليك يا استاذ محمود. اهلا بيك يا استاذ احمد. مساء الخير على ضيفك، اظن انه الاستاذ خالد يوسف. طبعا استاذ خالد معايا اهو. فعلا ارسلنا بيان منذ قليل لكل وسائل الاعلام، وفرصه جيده ان انا اعرض مضمون هذا البيان من خلال قناه حضرتك. وردنا طبعا منذ قليل عبر مندوبينا في المحافظات عن تحركات لقوى الاسلام السياسي، مجموعه من الجهاديين ومجموعه من اعضاء جماعه الاخوان في محافظات مختلفه، منها محافظه المنيا في مدينه ملاوي، وفي مدينه اسيوط، وفي بني سويف، وفي منطقة العمرانية، تجمعات إخوانية تضم مجموعة من الجهاديين محملين بالسلاح في اتجاههم إلى مناطق يتمركز فيها مظاهرات للقوى المعارضة للرئيس محمد مرسي. هذا البيان أرسلناه لكل وسائل الإعلام، ونخبر به وزارة الداخلية حتى تتولى مسؤوليتها في حماية المتظاهرين السلميين المعارضين لحكم محمد مرسي ومطالبين بإسقاطه. طب استاذ احمد، ليه احنا الوقت يا ريت بس الجماعه يجيبوا لنا سعاده اللواء عبد الفتاح عثمان مره ثانيه، لانه كان معايا مدير العلاقات العامه والاعلام، نبلغه على الهواء كده مباشره بلاغ حضرتك او البيان اللي جاي من التيار، ونقول له طالما في اماكن المنيا ملاوي، اسيوط، بني سويف، العمرانيه هنا في الهرم، وفي جهاديين ومعاهم سلاح، نبلغه رسمي كده على الهواء، يبقى بلاغ على الهواء برضه. يعني انا بأؤكد لحضرتك كل هذه المعلومات يا استاذ محمود، خصوصا انها عبر مندوبين وشهود عيان موجودين في موقع الاحداث. وفاتني ان اذكر محافظه شمال سيناء ومحاصره مسجد الرفاعي بالاسلحه الاليه في مدينه العريش. نعم، يعني ده المقرات بتاعه التيار الشعبي رصدت هذه التحركات وبلغتكم. بالفعل منذ قليل، يعني مع نشوة الفرحة العارمة ببيان القوات المسلحة وانشغال وسائل الإعلام المصرية والعربية ببيان القوات المسلحة وتغطية مظاهرات ميدان التحرير وميدان الاتحادية، انصرفت يعني الاهتمامات عن أخبار المحافظات في يعني ما يشبه الخطأ الذي وقع في وسائل الإعلام اليوم، بأنها صرفت الأنظار بعكس ما كان حاصلا أمس من تغطية مباشرة لكل محافظات مصر. يحدث الآن في أكثر من محافظة تجمعات لقوى التيار الإسلامي السياسي لمحاصرة المعارض الرئيس محمد مرسي في غفلة من وسائل الإعلام. وما أقوله لحضرتك الآن هو على مسؤولية مندوبينا في التيار الشعبي، وبلاغ لوزارة الداخلية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والسيادية في مصر
ليه تولي مسؤولياتها بحمايه المتظاهرين السلميين. استاذ احمد عاطف المتحدث باسم التيار الشعبي، على عهده حضرتك وعلى عهده الناس اللي موجودين، احنا بنبلغ على الهواء مباشره لسعاده اللواء عبد الفتاح عثمان، هيكون معايا كمان شويه مدير العلاقات العامه والاعلام عن وزاره الداخليه عشان نقول له الاماكن اللي حصلت دي. انا معايا دلوقتي يعني الفنانه الكبيره والقديره يسرى. مساء الخير يا فنانتنا. طيب هتكون معانا، بس انا برضو عاوز سعاده اللواء عبد الفتاح عثمان يبقى موجود معانا، لان احنا عندنا المنيا في ملاوي، اسيوط، بني سويف، العمرانيه، شمال سيناء، مقرات التيار الشعبي في هذه المحافظات رصدت تحركا للجهاديين والذين يدعمون الدكتور مرسي وتحركات في هذا التوقيت. احنا بنقول الكلام ده لانه امبارح والداخليه والشرطه لهم كل التقدير والشكر استطاعوا ان يضبطوا كم كبير جدا من الاسلحه الاليه، وكان في جرينوف امبارح في اسيوط، وبالتالي ما بنستبعدش هذه الاشياء ان تحدث. ومره ثانيه برضو يعني حتى تكون معانا الفنان الكبير يسرى، مره ثانيه امبارح في حاله فارقه، تذكر اقتراحك للمصالحه بتاع زمان عشان نصالح الشرطه مع الشعب مره ثانيه اللي امبارح حصل صالحه. شفت امبارح يعني حينما حملوا على الاعناق في الميدان، احنا امام حاله مختلفه من بين الشرطه وبين الشعب. انا رايي الجو اللي موجود دلوقتي رجوع الشرطه لحضن شعبها واعتزاز الشعب المصري بمؤسسته العسكريه، وحاله الفخر اللي المؤسسه العسكريه بتشعر بها تجاه الشعب، وحاله الاحترام اللي بيشعر بها الشعب تجاه المؤسسه العسكريه، والاحتضان بتاع الشعب للشرطه والشرطه للشعب، ده مخليني مطمئن على المستقبل. مفيش امه في الدنيا هتقدر تتقدم وفيها حجم الاحتقان اللي كان موجود ده. حتى لو كان حكمها رجل غير محمد مرسي، كان في احتقان كبير كان لابد ان يصب. الحمد لله بالانصهار الشعبي اللي حصل امبارح سهر كل المشاكل ودوبتها. يبقى شيء مهم في الحكايه، انا بتصور قوة ما يسمى بالتيار اليمين الديني. في النهايه دول اشقائنا في الوطن، ولابد ده اللي عاوزين نتكلم عليه. ولابد يعني اي عاقل يقول مستقبل مصر بدون وجودهم، بدون الاخوان او اقصائهم، ده كلام برضو ما يعرفش حقيقه التاريخ. لان جربنا الانتقام والعزل والابتساس، هذه المصطلحات التي يعني ما جابتش نتيجه لا في العراق ولا جابت نتيجه في مصر ولا تجيب نتيجه في اي حته، ولا جابت نتيجه في تونس ولا جابت نتيجه في اي حته تاني، ولا تجيب نتيجه هنا بالذات، لان الشعب يعني ده من نعترض عليه اليوم هو شريك في هذا الوطن طبعا، ويبقى يبقى موجود يمارس سياسته ويمثل في البرلمان انتهى زمن لابد التقامل. كمان حتى مشروع اللي احنا المشروع القومي اللي احنا هنحلم بيه كلنا ونبنيه، اللي ما يشترك فيه الجميع مش هيبقى بتاع مصر كلها، هيبقى بتاع مصر ناقص اليمين الديني. ده مش مظبوط. هم اشقائنا في الوطن، يحملوا افكار غير افكارنا نعم، ولكن عندما يحدث الانصهار الشعبي اللي حصل امبارح دول ويعرفوا ان هم ليسوا اغلبيه كما كانوا يتصوروه، وليسوا هم الميادين ملئت بدونهم. بالظبط، هي دي الفكره اللي كانوا مخلياهم مكابرين وبيستعلوا. النهارده عرفت حجمك، النهارده ان انت فصيل من ضمن فصائل الوطن. تعالى يا عم نحط ايدينا في ايدين بعض فيما عدا من اقدم على جرائم من فصيلك، فيما عدا دول احنا مستعدين لفتح صفحات جديده. انا اسف على التليفون. لا فتح صفحات جديده ومصالحه شامله، لان الوطن مش هيتبني من غير ده، مش هيتبني من غير ما نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض ونبني مصر الحديثه القويه، بان احنا نشارك الجميع في هذا. ده مستقبل ولادنا واولاد اليمين الديني، مش ولاد المصريين. هو الحقيقه انا يعني انا وخالد دايما استبقنا الزمن شويه، يعني نترك موضوع انه تنحي ولا غير تنحي الا يحصل بالظبط، ولكن في المستقبل لا داعي للغه الانتقام، بمعنى انه لو تنحى الرئيس فلنفترض جدلا، ربنا اللي اعلم، لا يجب ان يكون هناك حاله انتقام من الاخوان او عزل او اقصاء او تهميش. هم جزء من هذا الوطن، لهم حقوق، واحنا اديناهم حقوق ان هم بقوا رؤساء في السلطه وخدوا فرصتهم وما نجحوش، ربنا وفقهم في فرص ثانيه ان شاء الله، ولكن الانتصارات الكبيره تحتاج الى ايه؟ تسامح كبير. ودي اول جمله مهمة. الجمله دي انت قلتها نصا، قلتها يوم 11 فبراير بعد تنحي مبارك، قلت الانتصار الكبير بحاجه الى تسامح كبير، ومحدش سمع كلامي. انا رايي الانتصار الكبير بتاع الشعب المصري المره دي لابد
أن يسبقوا تسامح كبير. نعم. فيما عدا قضايا الدم، الناس اللي قتلت ناس كده بالآلي زي اللي اتقتلوا قدام البتاع، أو التعذيب اللي قدام الاتحادية، أو محمد الجندي أو كريستي أو جيكا، يعني كل الناس اللي معروفين. فيما يعني فيما يتعلق بس بالقضايا اللي كلنا عارفينها واللي فيها شهداء معروفين للكافة إن دول اتقتلوا من قبل الجهات الفلانية أو الأفراد الفلانيين، فيما عدا كده لابد أن تحدث مصالحة تامة. نعم. أولا الشعب المصري عمره ما كان مسكون بهواجس الانتقام ولا شهوة العنف. نعم. على الإطلاق في تاريخه. نعم نعم، يبقى أنت عايز تقول حاجة، قول. لا لا لا، بالعكس بالعكس. أنا بس في نقطة الحقيقة، لأن بعض الناشطين السياسيين النهاردة، أنا معايا الفنانة الكبيرة والقديرة يسرى. مساء الخير يسرى. يا مساء. ده شرف ليا والله النهاردة أنك معايا في البرنامج. الله يخليك، الخط اتقطع بينا، معلش معلش. أنا بس عايزة بس أحيي الشعب المصري وأحيي القوات المسلحة العظيمة اللي وقفت جنب الشعب المصري وفي ظهر الشعب المصري. النهاردة فرحتك كبيرة قوي. إزيك أستاذ خالد يوسف؟ حبيبتي صباح الفل. صباح الورد يا حبيبي، إزيك؟ أنا بتمنى لمصر إنها دايما تبقى هي الأولى في يعني هي قدوة كبيرة. الشعب المصري ده مارد، لما بيقوم محدش بيقدر عليه. أنا ساكت، احنا قاعدين نسمعك أنا وخالد، مش هنسأل ولا حاجة. أنا فرحانة إن احنا النهاردة عارفين نفرح كده، عارفين نحس إن احنا ورانا ظهر اللي هو القوات المسلحة بتاعتنا، حاسين إن احنا لينا قيمة ولينا كلمة، لأن الشعب هو اللي بيحكم بجد نفسه، هو الإرادة الحقيقية للبلد. ما ينفعش أبدا اللي حصل فيها ده، ما ينفعش أبدا. يسرى أنت نزلت الميدان كذا مرة، إيه اللي لفت نظرك النهاردة؟ أنا وخالد عمين نتكلم بنقول في حاجة مختلفة في الشعب المصري هذه المرة. إيه أنت لاحظت إيه؟ غير السلوكيات، في فرحة، في الناس اللي حاولوا يفرقوا بيننا بتصنيفنا بطريقتهم السخيفة اللي حصلت دي، ما عرفوش يفرقوا بيننا. احنا تلم شملنا التاني على بعض، احنا ما حدش هيعرف يفرق بيننا ولا بين مسلم ولا بين مسيحي، ما احنا طول عمرنا مسلمين ومسيحيين عايشين مع بعض. وحصل ايه في مصر دي؟ هي اللي كانت بتلم كل شعوب العالم. ده احنا كنا مسمينها الكوزموبوليتن. كوزموبوليتن يعني لما اسكندرية دي كانت مليانة مليانة كل الناس. الناس كانت كلها من كل أنحاء العالم كانت بتتمنى تيجي تعيش فيها. إيه اللي جرى لنا؟ إيه اللي يحصل فينا بالطريقة دي؟ ليه بيعملوا فينا كده؟ النهاردة المجتمع الدولي لازم يشوف المصريين بعين مختلفة، ولازم يحترم المصريين، ولازم يقدر المصريين، ولازم يمشي على طوع المصريين. المجتمع الدولي، أنا بتكلم الغرب. لو قالوا لك ندي الرئيس فرصة، إيه رأيك؟ لا ما اعتقدش، لا ما اعتقدش. طلبة الطلاق طلاق بائن. اعتقد انا طلبة الطلاق، الطلاق اللي هو البائن ده، هو عارفين اللي هو بدون راجعة ده. يعني دول تتريقوا علينا وتتريقوا على ديننا وكفرونا وخلونا ان احنا ناس ما بنعرفش ربنا، واحنا ما بنخافش غير من ربنا حتى لو اخطأنا، لان ربنا ارحم مننا منهم هم. ربنا بيعرف يرحم، دي ناس ما بتعرفش ترحم. بحس الفنان بعد ما رجعت من الميدان النهار، حاسس انك متفائلة شوية؟ حاسة اني عايز احضن مصر، عايز اطلع، عايز اطير على الطيارات الهليكوبتر، عايز امسكها بايدي، عايز ابوس كل جندي في مصر واقول له ربنا يحميك. يا بخت جنود مصر. ربنا يخليكي، وانا عاوز اقول ربنا يخليكوا انتوا لمصر، وربنا يخلي القوات المسلحه وضباطها وجيشها وشعبها. يا رب نفضل دايما ايد واحده، ومحدش يقدر يفرق بيننا تاني ابدا ابدا، ما تسمحوش لحد يفرق بيننا تاني ابدا. ربنا يخليكي، ودايما انتوا الفن في مصر قيمه، يعني من لا يعترف بها فهو يعني في قلبه مرض. ربنا يخليكي ويديكي طولة العمر يسرى الفنانة العظيمة. عاوز تقول لها حاجة خالد؟ لا، هي فكرتني ان مصر، هل في بلد في العالم
عن زي مصر فيها كلمة إيجيبتولوجي يعني علم المصريات، في فرنسا تولوجي علم الفرنسيات، في أمريكا تولوجي، في البلد الوحيدة في العالم اللي لها علم اسمه علم المصريات، فجر الضمير، فجر الضمير يعني، فبلد أول حضارة في التاريخ. أنا كتبت تويتة بعد ما رجعت من الميادين امبارح يا محمود، وأنا طول عمري فخور إن مصري، بس امبارح بجد كلنا كنت حاسس إن أنا كده راسي بالطول السماء، وحاسس إن أنا بجد فرحان إن ربنا خلقني مصري، بجد سعيد جدا، كنت سعيد جدا امبارح إن أنا مصري، لأني لما كنت لو ما كنتش مصري امبارح وكنت من أي بلد تاني كنت هبقى متضايق قوي، أقول إن كان نفسي أبقى مصري. الحقيقة اللي حصل امبارح، ودي برضو زي ما تقول، احنا انا بس عاوز الناس تاخد كلامنا بعيد عن السياسة شوية، احنا في جزء سياسي هو السبب الذي بنتكلم بسببه، لكن في بعض التحركات المجتمعية اللي بتخلي السياسيين يشتغلوا والدكاترة يشتغلوا والعلماء يشتغلوا والمثقفين يشتغلوا والفنانين يشتغلوا، في جزء كده بيميل ناحية الفن والتاريخ اللي هو قراءة حركة الشعوب. اللي حصل امبارح جزء في حركة الشعب المصري يستحق قراءة، يستحق من يقعد بقى في المعمل يشتغل عليه في معمل العلم. يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه الشعوب دي؟ او النهاردة مثلا مفيش مسيرات، يعني ادي امبارح كان في مسيرات والميادين اتملت بالمسيرات، طب النهاردة لم تكن هناك مسيرة، وانتوا شايفين الميدان مليان ازاي؟ مسيرة يعني ايه؟ يعني الدكتور البرادعي عنده مسيرة، حمدين صباح عنده مسيرة، عمرو موسى عنده مسيرة، طب لا في حمدين ولا برادعي ولا عمرو موسى، الميادين مليان. عايز اقول لك حاجة، بلا مسيرات النهاردة، طب مين اللي اخرج هؤلاء الناس من الشارع من البيوت؟ لا اقول لك ملحوظة امبارح، ملحوظة بديعة، الشعب المصري خرج امبارح وكان كل نجومه موجودين، نجومه في الفن وفي الاجتماع وفي السياسة وفي الكورة و... ما كل اللي هو اما نجم واحد بيبقى موجود في حته بيبقى يعني الاحتفاء الاعلامي والم... انا لم ارى احدا على شاشات التلفزه غير بطل واحد اسمه الشعب المصري، حتى التلفزيونات اجبرت انها لا تركز على البرادعي ولا حمدين ولا على مدام يسرى والهام شاهين ولا على علماء ولا على اي حد، ركزوا على المسز، على كتل الشعب المصري هي اللي كانت مبهره، فهو كان النجم، عشان كده التلفزيونات ما طلعتش غير الناس اللي هو الشعب. انا عاوز بس اقوله، احنا الحقيقه عملنا اتصالاتنا مع الداخليه، بس تقولوا لي ايه اللي حصل، وقالوا ان احنا ان الداخليه تتخذ كل الاحتياطات وكل الاستعدادات ولديها اكمنه وكمائن موجوده في كل مكان وفي مداخل القاهره ومخارجها، وأي حراك وأي سلاح وأي هيوقع من يحمله تحت طائلة القانون. والآن الداخلية والجيش أعلنوها صراحة حق الشعب المصري، يعني ما فيش رحمة، كله بالقانون، من يثبت أنه يملك أسلحة في هذا التوقيت داخل القاهرة خارج من القاهرة هو تحت طائلة الأمن العام والأمن الدولة. والنهاردة الجيش اتحرك وتم القبض على 15 من حرس خيرت الشاطر، واحنا سألنا الناس، الدكتور سعادة اللواء أركان حرب منعم سعيد قال لك الجيش يتحرك ليقبض على شخص، يبقى نقرأ على طول أن القضية التي على أساسها هي قضية أمن عام، مش أمن دولة حتى كمان، أمن عام. فإذا الأمور بهذا الشكل في إيدين أمينة، وهذا هو ردا على البيان اللي خرج من التيار الشعبي اللي أراه قدامنا أحمد عاطف. احنا اتصلنا بتوع الداخلية ومصر في امان، لانه الشرطة عادت مرة اخرى الى الشعب، وهذا الالتحام، الفتنة اللي كانت بين الشرطة وبين الشعب، في تغير الشعب وتغير الشرطة من داخلها، لانه بانت العقيدة، يعني ما فيش بقى نضال ولا في تشكيك انه الشرطة جزء من حراك الشعب. خلينا نتكلم على الفترة القادمة، رسائل الجيش القوات المسلحة اليوم وجهت الى الشعب المصري قبل أن تتوجه للسياسيين، مهلة 48 ساعة للسياسيين، وهي أيضا للشعب بأن يتواجد في الميادين 48 ساعة لخلق أنا بتصور أنها ما كانتش يعني هي ما كانتش موجهة، أنا بقول لك بعض ما قيل في الميدان. والنهاردة يا جماعة هذه رسالة للشعب أن يبقى في الميادين 48 ساعة طبعاً حتى يخلق غطاء شعبيا للقوات المسلحة في حركة. بلا أدنى شك أن الناس لن تترك الميادين من غير أي بيانات دون أن تتحقق مطالبها، وبعد البيان كمان الناس باتت أكثر اقتناعا بأن تتواجد في الميادين، حتى إعلان الجيش مش رحيل مرسي بس ولكن خارطة الطريق. أنا بتصور أن البيان موجه أساسا ناحية الدكتور مرسي،
يعني هو في طياته يقول له تنحى قبل 48 ساعة بكرامتك، بدل ما أنا نحيك بإرادة الشعب، بدل ما أنا نحيك بأمر الشعب. هي دي الفكرة كلها. أعتقد مين اللي جايين فيهم كلام كتير. عاوز أشوف بيان جبهة الإنقاذ منذ قليل. ده الاجتماع لسه خلصان حالا. شوف. جبهة الإنقاذ الوطني عبر بيان القوات المسلحة الصادر من قيادة الجيش المصري عن كل المعاني والمضامين والثوابت الوطنية الراسخة التي أكدت أن القوات المسلحة لا يمكن أن تتخلى عن حماية الشعب وتاريخه ومستقبله. كما شدد البيان على امتناع القوات المسلحة عن المزاحمة السياسية أو الرغبة في الحكم، واحترامها لثوابت الديمقراطية وإرادة الأمة والجماهير باعتبارها مصدر السلطات. إن القوات المسلحة قد أمهلت كل الأطراف حتى نتفق أو نتوافق على مطالب الشعب، وهي نفس المطالب التي آمنت بها جبهة الإنقاذ وأعلنتها الجماهير بوضوح، وتتمثل في ضرورة خروج الدكتور محمد مرسي والتخلي عن الحكم وإسقاط النظام المستبد الذي صنعته جماعة الإخوان، على أن تدار المرحلة الانتقالية بخريطة للمستقبل نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة. إن جبهة الإنقاذ قد حددت موقفها وموقعها بغير مزايدة على جماهير شعبنا صاحب القرار الأخير للخروج مما نحن فيه الآن، دعما واستمرارا لثورة 25 يناير. إن جبهة الإنقاذ وهي تدعو جماهير شعبنا لمواصلة الاحتشاد والاعتصام السلمي في كافة ميادين مصر تؤكد على ثقتها الكاملة في قواتنا المسلحة وإخلاصها لتاريخها المشرف وواجبها المقدس في الدفاع عن الوطن ووحدة شعبي وأمني قومي. عاشت مصر وطن لكل المصريين بغير إقصاء ولا استحواذ. الزميل خالد داود يلقي بيان جبهة الإنقاذ. ده موقف جبهة الإنقاذ، ولكن في موقف تاني بقى للحرية والعدالة بيقوله الدكتور محمد البلتاجي، وأنا مطالب إن أنا أقول الجملتين دولي لأنه إحنا شفنا ميدان التحرير وشفنا الاتحادية ما شفناش رابعة، ولكن واضح إن في جزء من ميادين مصر أريد لها أن تكون هكذا في الطرف الآخر، أريد لميدان مصطفى محمود، مع احترامنا للراحل مصطفى محمود معلما ومفكرا، ولكن أريد لهذا الميدان أن يبقى في الطرف الآخر في ثورة 25 يناير، وأريد لربع العدوية مع احترامنا العظيم لتاريخ حياتها الثاني كعارفة بالله ومؤمنة، أريد لها أن يكون هذا الميدان في الطرف الثاني أو الميدان في الطرف الثاني. ليه ربعة مش حاضر في الحدث المصري دلوقتي ميدان ربعة العدوية؟ لأنه بصراحة كما قلنا وأكرر كثيرا جدا، لست مسؤولا عن من يريد أن يغيب نفسه عن هذا المكان في الحدث المصري. نحن لا نغيب أحد ولا نخصي أحد. مراسلنا أجبر واعتدي عليه وتم طرده من المكان. الكاميرات التي تركناها فوق أسطح العمارات المجاورة والمطلة على ميدان ربع العدوية تم الاعتداء على الشركة أو الأشخاص الفنيين الموجودين وتم طردهم. وبالتالي حاولت أنا اليوم جاهدا أن نتحدث عبر أحد الزملاء مع قناة 25 بأن نصنع جزءا واتفاقية أو أي شيء، أن احنا نأخذ صورتهم ونحطها على قناة العربية تبرعا منا وحرصا منا على مهنيتنا، ولكن قالوا ده احنا واخدين موقف ما حدش يطلع على القناة العربية، القناة الوحشة دي على الإطلاق، ولكن العربية بتخسرش ولا الحدث المصري هيخسر، انتوا اللي هتخسروا. من اختار ان يظل في الظلام فيلوم على نفسه وما يلومش على الناس التانية. احنا في خدمتكم، هذه القناة ملك للجميع، والحدث المصري لم يكن قاصرا. أكتر برنامج في مصر طلع إخوان مسلمين هو الحدث المصري، وأنا مسؤول عن كلامي والذين تم تغييبهم عن محض إرادتهم، وبالتالي ما بنغيبش حد. بس دي جملة كده عشان ما حدش يلوم إن أنا غيبت حد أو الميدان مش موجود. دكتور البلتاجي قال لي عن بيان المجلس العسكري أو البيان القوات المسلحة، آسف. بإذن الله تعالى مكملين متكملين وماشيين. احنا اتفقنا اول امبارح مع بعض ان كل الانقلابات من اي نوع كانت نقسم بالله العظيم ان لا تمر اي انقلابات من اي نوع كان الا على رقابنا ودمائنا. ايه حكايه الدم ده؟ لن اقسم بالله العظيم لن تمر اي انقلابات الا على جثثنا ودمائنا.
هما ليه ما يعني هما دي طريقتهم اللي هما لم يدركوا انها كشفت بالخروج الكبير للشعب المصري، قد كشف طرقه. يعني الطرق اللي كانوا بيستخدموها لفكره كل ما يتزن يقول لك ده دول اللي بيحاربوا الاسلام، ده دول الكفره، دول اللي معرفش ايه، يلا دي معركه الاسلام ونصره الاسلام والشهاده فيها هي شهاده من اجل في سبيل الله الى اخر كل الكلام ده. الكلام ده كله لم يخل على المصريين، وخرجوا عشان يقولوا ليهم ان احنا الكلام ده كلام تكلموا بيه عيال صغيره وتكلموا ناس هبل، ما تكلموش الشعب العريق ده بيه. فلسه بيقولوا لسه مصدق ان في حد هيصدقك ان انت ان دي قضيه شهاده وقضيه يجب ان تستشهد من اجلها احد اللي موجودين. المؤسسه العسكريه دي اسرائيل عشان تقول هنستشهد عشانها ضدها اللي محاذ على جثثنا وعلى دمائنا ليه؟ عشان ايه؟ عشان اسرائيل جت احتلت مصر. هتستشهد ليه يا عم البلتاجي؟ ايه اللي حصل؟ ان الشعب مش راضي عن حكمكم فتريد ان تقتل وتقتل عشان الناس. بس عاوز اذكر الدكتور البلتاجي وجماعه الاخوان الذين قدموا التحيه للمجلس القوات المسلحه في بيانها الاول والثاني ايام ثوره 25 يناير. الاحداث تتكرر والتواريخ والتاريخ دول والايام دول بين الناس، كل زمان دوله ولكل دوله رجال. هو ده. عامه انا مش عاوز اطول عليك، المخرج الكبير خالد يوسف نورتني وشرفتني. انا قبل ما اختم بس عايز اقول ان لو حصل اي تحركات على الارض من قبل اي تنظيمات ارهابيه او جهاديه او يمين ديني، انا بتصور ستسحق فورا، ليس من قبل الجيش المصري، خد بالك. يعني الجيش المصري مش هيسحق ناس، واكيد هيحمي الشعب المصري، لكن اللي هيسحقهم هم المصريين بطيبتهم. المصريين دول عندهم برضو صفه عبقريه كده في استيعاب العنف، ولم تجد في مصر في اي لحظه من اللحظات، لا دلوقتي ولا زمان ولا ممكن يحصل ان يحصل فيها بحار من دماء ابدا. وانا باكد لك انه لن يستطيع احد ادخال مصر في دوائر الدم، لا يمكن، لان ضد طبيعتها. في جمله يقول لك ايه؟ مصر تنجب، قد تنجب عنفا لكنه ما يعيش فيها، قد تنجب ايمن الظواهري لكن ايمن الظواهري يعيش في افغانستان. يعيش في حته ثانيه. مهم قوي. طيب انا اقف قدام التقرير ده عن اخر تطورات الاحداث التي رصدها الزميل احمد عثمان في هذا التقرير، وبشكر خالد يوسف. نلتقي دائما على الفرح والانصراف والحب. ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه لتلبيه مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة. 48 ساعة أمهلتها القوات المسلحة لإنهاء الأزمة التي تعيشها مصر، وفي حالة الفشل فإن الجيش سيتدخل لفرض خريطة طريق للمستقبل. بيان الجيش كان ما ينتظره الجمهور المصري، حيث انتهت الميادين باحتفالات عفوية بما اعتبروه استجابة من المؤسسة العسكرية إلى مطالب الشعب. ده كان متوقع من الجيش ان هو يفضل مع الشعب، مش مع جماعه او سلطه او اي حاجه، الجيش هو الشعب. حركه تمرد التي قادت حمله لسحب الثقه من الرئيس ودفعت بالملايين من الشعب المصري للنزول للتعبير عن رفضهم لاستمرار حكم الاخوان للبلاد، رحب ببيان الجيش. نؤكد تحياتنا الى الجيش المصري العظيم والى بيانه الذي اثبت بحق انه بيت الوطنيه المصريه، اثبت بحق انه جيش احمد عرابي الذي وقف في يوم من الايام ليقول لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا. هذا وارتفع عدد الوزراء المستقلين الى 11، وكانت مصادر صحفيه قد اكدت وجود انقسام داخل مكتب ارشاد جماعه الاخوان حيال الازمه بعد بيان الجيش. بعض رموز الجماعه أكدت أن بيان الجيش لا يعني الانقلاب على الشرعية، وهو الطرح الذي يتبناه مؤيدو مرسي في رابعة الأدوية. كلنا نسيج واحد، من يدعو الانقلاب هو يدعو لدمار البلد، من يدعو الانقلاب يدعو لأن تدخل البلد في فوضى. بعض المتابعين أكدوا أن بيان الجيش قد يجبر الرئيس على تقديم استقالته لتجنب مواجهة شاملة مع المؤسسة العسكرية. على الرئيس محمد مرسي أن يقدم استقالته خلال 48 ساعة، وإذا لم يقدم استقالته خلال 48 ساعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين سوف يتعرض لمشاكل عديدة. قد يتم حل التنظيم، قد يتم تقديم الأعضاء للمحاكمة، قد يتم حل حزب الحرية والعدالة، وقد يتم عزل السياسة. ساعات قليلة قد تعيد خلط الأوراق في مصر،
بعدما أصبح جليا أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بمراوحة الأوضاع على حالها، مما قد يهدد الأمن القومي والمصلحة المصرية العليا. أحمد عثمان، العربية، القاهرة. المواقف تتطور في مصر بشكل كبير جدا، ولكن الذي يصنع هذه المواقف ويدفعها إلى الأمام دفعات غير متوقعة هو الشعب المصري فقط. ويبقى السياسيون والمعارضة وكل اللي عاوزين تسموهم سموهم يعني في الخلف كده يحاولوا أن يقرأوا خطوات الشعب المصري التي تسبقه إلى الأمام بشكل كبير جدا، ولا يدعي أحد شرفا أنه هو الذي يحرك الشارع المصري وهو الذي يحرك الشعب المصري حاجة فوق ما كان يتوقعه الجميع. يسعدني ويشرفني أن يكون معايا في جزء في هذا الجزء من الحدث المصري النضالي الكبير كمال أبو عيطة، القيادي العمالي، رئيس اتحاد المصري للنقابات المستقلة. أهلا بيك يا أستاذ كمال. أهلا بيك، نورتني. ربنا يخليك. وأهلا شعبنا بانتصار ثورته. بس نستنى شوية، يعني قرب تحقيق أهداف ثورته بعد الانتصار. عندما خلعنا مبارك كان هذا انتصارا، وعندما نخلع الطغاة الجدد يعد أيضا انتصار، وإن شاء الله خريطة الطريق هي اللي تحدد. وأنا مستبشر خير. وأيضا يسعدني أن يكون معي واحد من الذين أسسوا حملة التمرد الجميلة التي كانت موجة مهمة جدا في موجات الثورة المصرية، ولشبابها ولأبنائها فضل كبير في هذا الحراك الذي نحن فيه الآن، وهم جزء كما كنا نتحدث عن ائتلافات شباب الثورة في 25. تمرد الآن هي صاحبة البصمة والحراك، ولها كل التحية والتقدير. محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حملة التمرد، نورتني يا محمد. أهلا بيك. الحقيقة أنا مبسوط أنك موجود معايا. أنا عاوز أقول بس بيان مهم جدا صدر عاجلا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، صدر على موقع التواصل الاجتماعي اللي هو اختار ان هو يكلمنا من خلاله. يقول: تؤكد القوات المسلحة على ان عناصر التأمين التابعة لها بالشارع المصري موجودة في اماكن ثابتة، ولا يتحركون خارج الاماكن الا باوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة. ونؤكد على الاتي: اولا، أهمية توخي المواطنين المصريين بكافة أنحاء الجمهورية الحيطة والحذر من أي أفراد يرتدون الزي العسكري، وأهمية التحقق من شخصياتهم قبل التعامل معهم. وبذكركم أنا الكلام ده لينا أنه إحنا أمام حوادث لإدخال زي